ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تدخلت السلطات الأمنية بعد زوال يومه الأربعاء 20 فبراير باستعمال القوى لفض مسيرة للأساتذة كانت تمر بالقرب من باب السفراء حيث يوجد القصر الملكي. وحسب ما تم معاينته فقد عملت السلطات الأمنية بداية على وضع حاجز من القوات التدخل السريع والقوات المساعدة لمنع المتظاهرين من التقدم في المسار الذي كانوا يتجهون فيه، حيث كانوا سيمرون أمام باب السفراء وأمام إصرارهم عمدت السلطات على استعمال القوى العمومية لتفريقهم. واستعملت السلطات في تدخلها قاذفات المياه والهراوات لتشتيت المتظاهرين، كما عملت على مطاردتهم بالأحياء والأزقة المجاورة، حيث خلف التدخل إصابة عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة الخطورة. نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات، فيما قدمت لآخرين علاجات في عين المكان من طرف زملاء لهم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.